زرت بلاد عربية غير الأردن؟ أيوة، زرت مصر وبحب أزور سوريا ولبنان. زيارة لبنان صعبة هاي الأيام، لكن زيارة سوريا أسهل. دمشق بعيدة عن إربد؟ لا مش بعيدة، ساعتين أو 3 ساعات بالسيارة بس. مش لازم تستنى على الحدود؟ أنت ونصيبك، ممكن تفوت على طول وممكن تستنى 3 ساعات. عندك تأشيرة دخول لسوريا؟ لا ما عندي، بس بقدر آخذ تأشيرة من السفارة السورية في عمان. في باصات بين إربد ودمشق؟ والله ما بعرف إذا في باصات بين إربد ودمشق، بس أكيد في باصات من عمان لدمشق. ليش ما تاخذ سيارة سيرفيس؟ أسرع بس أغلى شوي.